45 قتيلا في الغارة الأخيرة على ضاحية بيروت، ونتنياهو يتوعد حزب الله برسائل جديدة ما لم يفهم السابقة. الحرس الثوري يتوعد برد على إسرائيل يتجاوز التوقعات، ومسؤول إيراني يرجح نقل الحرب لبلاده بعد لبنان. حكومة السودان تؤكد تجنيد الدعم السريع 9,000 طفل، واجتماع وزاري في الأمم المتحدة لإنهاء الحرب. حياكم الله. توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حزب الله قائلا إنه إذا لم يفهم الرسالة فإنه سيفهمها، وأضاف أنه في الأيام القليلة الماضية وجهت تل أبيب لحزب الله سلسلة من الضربات لم يكن يتخيلها، وأكد أنه عازم على إعادة السكان في الشمال إلى منازلهم. في الأيام القليلة الماضية وجهنا لحزب الله سلسلة من الضربات لم يكن يتخيلها. إذا لم يفهم حزب الله الرسالة فأعدكم أنه سيفهمها. عازمون على إعادة سكاننا في الشمال إلى منازلهم سالمين. لا يمكن لأي دولة أن تتسامح مع إطلاق النار على سكانها أو على مدنها، ونحن لن نتسامح مع ذلك أيضا. سنفعل كل ما هو ضروري لاستعادة الأمن. قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إن حزب الله بدأ يشعر ببعض قدرات إسرائيل بفعل الضربات التي وجهها الجيش له. لقد بدأ حزب الله يشعر ببعض قدرات القوات الإسرائيلية، وهناك بالفعل شعور قوي للغاية بالملاحقة، ونحن نرى النتائج. ستستمر هذه التحركات حتى نصل إلى وضع نعيد فيه سكان الشمال إلى منازلهم بأمان. هذا هو الهدف، وسنفعل كل ما هو ضروري لتحقيق ذلك. أعلن الجيش الإسرائيلي انطلاق وابل من الصواريخ والمسيرات من جنوب لبنان نحو المستوطنات والمدن الشمالية، وقال إنه خلال الليل وساعات الصباح أطلق نحو 150 من القذائف وصواريخ الكروز ومسيرات باتجاه إسرائيل، معظمها موجه نحو الشمال دون أن تؤدي إلى وقوع أضرار كبيرة. أطلقت من لبنان 3 رشقات صاروخية خلال 4 ساعات فجر اليوم تجاه القاعدة العسكرية الإسرائيلية الجوية رامات ديفيد، وقد وقع أحد الصواريخ داخل القاعدة. رشقة أخرى استهدفت المجمع العسكري رافاييل قرب عكا وقواعد عسكرية أخرى في الجليل الأسفل وطبرية، مما أدى إلى إصابات منازل ومنشآت تجارية. وقد أسفرت الصواريخ عن 5 إصابات بين طفيفة ومتوسطة، فيما قتل إسرائيلي بحادث سير خلال انطلاق صفارات الإنذار. نحو 30 قرية في جنوبي لبنان استهدفتها الغارات الإسرائيلية منذ فجر اليوم لتطال قرى في قضاء النبطي البعيدة عن قواعد الاشتباك. وقد أفيد بمقتل عنصر في حزب الله وإصابة آخر في غارة استهدفت بلدة عيترون هذا اليوم. فوتوا لجوا.
أعلنت القيادة أو قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل أنها قد أمرت بإغلاق جميع المدارس في مناطق شمال إسرائيل القريبة من الحدود مع لبنان. وقد أفادت الجبهة الداخلية بأن المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى ستبقى مغلقة حتى مساء يوم الاثنين المقبل. ومن جانبها قالت وزارة الصحة الإسرائيلية إن تعليمات قد صدرت للمستشفيات في شمالي إسرائيل بنقل عملياتها إلى منشآت تتمتع بحماية إضافية من نيران الصواريخ والقذائف. وأشارت إلى أن مستشفى رامبام في مدينة حيفا سوف ينقل المرضى إلى منشآته الآمنة تحت الأرض. إذن نقلا للواقع الميداني في الجنوب اللبناني تنضم إلي من هناك مراسلة الحدث ناهد يوسف، وكذلك من القدس مراسلة الحدث لانا كولاغاسي. أبدأ معك مباشرة ناهد، كيف يبدو المشهد في الجنوب اللبناني الآن؟ أحمد، منذ حوالي 4 أو 5 ساعات الهدوء الحذر يخيم على الجبهة الجنوبية بعد ليلة عنيفة من التصعيد من الطرفين. رشقات صاروخية مكثفة أطلقها حزب الله باتجاه أهداف كان هدد سابقا باستهدافها عندما أرسل مسيرة الهدهد فوق عدد من الأهداف الإسرائيلية، والتي قال يومها بأنها في مرمى نيران في حال قامت إسرائيل بالتصعيد على لبنان. وهو الأمر هو ما حصل فعلا بعد هذا التصعيد الذي شهده لبنان خلال هذا الأسبوع. أطلق حزب الله أنواع صواريخ جديدة، هي صواريخ فادي 1 وفادي 2. هذه الصواريخ بعيدة المدى، فادي 1 تصل عمقها أو مداها إلى 80 كيلومترا، أما صواريخ فادي 2 فتصل إلى مدى 105 كيلومترات. قامت باستهداف قاعدة ومطار رامات ديفيد، هذه القاعدة التي كان صورها سابقا حزب الله وصور كافة تفاصيلها وقال بأنه قد يستهدفها في حال لجأت إسرائيل إلى التصعيد. هذه القاعدة تضم كل الطائرات الحربية الإسرائيلية، طائرات الاستطلاع، المروحيات القتالية، كليات الطيران وإدارة الملاحة، بالإضافة طبعا إلى منصات قبة حديدية ومساكن للضباط والقياديين الإسرائيليين. قام الحزب اليوم باستهدافها بهذه الصواريخ الجديدة كرد على كل الغارات المكثفة التي شنتها إسرائيل خلال اليومين الماضيين، وخصوصا يوم أمس حيث قام أغارت أو شنت 180 غارة إسرائيلية في رقم غير مسبوق سابقا أو لم تشهده الجبهة الجنوبية منذ بداية الحرب في جنوب لبنان. لذلك كان هذا الرد على هذه القاعدة، كما أطلق عملية أخرى وعملية ثالثة باستخدامه الصواريخ نفسها فادي 1 وفادي 2، بالإضافة إلى صواريخ الكاتيوشا باتجاه المنشأة الصناعية رافائيل، هذه المنشأة التي أيضا كانت صورتها مسيرة الهدهد سابقا، وهي تضم أو هي متخصصة بالصناعات العسكرية والتكنولوجية كرد أولي على الاستهدافات أو يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، أي استهداف البيجرز والاستهدافات اللاسلكية، هو رد أولي بحسب ما قال. لذلك نتوقع بأن تكون هناك ردود أخرى. بالمقابل أغارت إسرائيل على العديد من البلدات الحدودية وغير الحدودية، بلدات في العمق الجنوبي أيضا أغارت عليها عشرات هذه الغارات وأوقعت 4 قتلى، شخص منهم مدني قتل في غارة على بلدة الخيام، أما الثلاثة الآخرين فهم عناصر من حزب الله، واحد قتل في غارة على بلدة عيترون والآخر في بلدة القليلي والثالث قتل أيضا في غارة على بلدة المالكية. هذه الغارات التي كانت نفذت صباحا، بالإضافة إلى إصابة عدد آخر بجروح.
أنتقل مباشرة إليك لانا. عندما نتحدث عن الشارع الإسرائيلي، لربما تشير التقارير إلى حالة من الترقب إجراءات لربما اتخذت في سبيل نقل المرضى والعلاج في مستشفى رمبم على سبيل المثال تحت الأرض. ماذا عن كل هذه الإجراءات؟ بالفعل كان هناك تغييرات حتى في الجبهة الداخلية في إسرائيل، كانت قد ألغيت المدارس في حيفا وأيضا في الجليل الأسفل والجليل الأعلى تحسبا أو استمرارا لهذه التصعيد من الجنوب اللبناني. حقيقة كان أيضا الشارع الإسرائيلي في حالة من الرعب والذعر، خاصة بعد أن انطلقت سفارات الإنذار وبالكاد كانت تتوقف في طيلة ساعات الصباح. كان هناك ثلاث رشقات صاروخية أو ثلاثة مراحل تم بها إطلاق رشقات صاروخية، وصلت إلى أكثر من 100 رشقة صاروخية أو قذيفة صاروخية من الجنوب اللبناني، استهدفت الجليل الأعلى، الجليل الأسفل وأيضا الجولان السوري المحتل تحديدا جنوبه. وكان هناك إصابات مباشرة لأحد المباني السكنية في الجليل الأسفل، أسفرت هذه الصواريخ عن إصابة 5 من الإسرائيليين، إصاباتهم يعني تتراوح بين طفيفة وأيضا متوسطة. تم نقلهم كما تفضلت أيضا إلى المستشفيات، ورفعت حالة التأهب أيضا في المستشفيات تحسبا من أي تصعيد أكبر يؤدي إلى إصابات كبيرة. طيب أعود إليك ناهد، الآن يعني بما يتعلق بالسكان الذين يقطنون مناطق مختلفة في الجنوب، لا أتحدث فقط عن القرى الحدودية وإنما أيضا في العمق اللبناني، كيف يعني يتم التعاطي مع حالة حرب كهذه، خاصة مع إعلان بعض شركات الطيران عن أهمية مغادرة رعاياها من لبنان؟ يعني حتى الساعة لم يحصل تغيير في المشهد في العمق الجنوبي، خصوصا وأن هذه الغارات التي كانت استهدفت البلدات الجنوبية، بلدات في العمق الجنوبي، كانت استهدفت أطراف تلك البلدات وليس داخل الأحياء السكنية أو بالقرب من المنازل، لذلك لم تتغير الصورة كثيرا بأن يكون هناك حركة نزوح مثلا أو أي اختلاف في الصورة، خصوصا حتى أن يعني المكان الآخر الذي قد يلجأ إليه هؤلاء الأهالي قد يكون الضاحية الجنوبية التي هي أصبحت أيضا أمام نيران الإسرائيلي، لذلك بالنسبة إليهم هم قرروا البقاء في منازلهم وانتظار ما ستحمله الساعات المقبلة، خصوصا وأن التصعيد الذي نشهده في هذه الأثناء يعني لم يتغير أكثر عن هذا أو عن ما رأيناه. يعني حزب الله اليوم عندما قرر الرد على هذه الاستهدافات الأخيرة التي أوقعت العديد من القتلى في صفوف المدنيين والجرحى، كان رده على قواعد إسرائيلية كان هدد باستهدافها سابقا، هو لم يقم ب استهداف المدنيين وذلك تفاديا لنشوب أي حرب أكبر، لذلك تبقى الصورة في إطار المواجهات المتبادلة والردود المتبادلة. الآن طبعا نحن نترقب ردود أخرى من قبل حزب الله، وبالإضافة إلى تصعيد إسرائيلي أكبر بعد هذه العمليات التي قام بها الحزب، لذلك طبعا الميدان أو ما سيجري في الساعات المقبلة قد يحدد تحركات الأهالي أو ما هي قد تكون الخطوات الأخرى بالنسبة إليهم. نكتفي بهذا القدر من جنوب لبنان، مراسلة الحدث ناهد يوسف، كذلك من القدس مراسلة الحدث لانا كولغاصي، شكرا ويعطيكم العافية. قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن مئات الآلاف قد اضطروا إلى اللجوء إلى الملاجئ في جميع أنحاء شمال إسرائيل جراء صواريخ حزب الله.
في لبنان قالت وزارة الصحة إن عدد قتلى الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الجمعة الماضي ارتفع إلى 45 شخصا، وأضافت الوزارة أن أعمال رفع الأنقاض مستمرة لليوم الثالث على التوالي بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المتخصصة لأخذ عينات من جثامين القتلى لتحديد هوياتهم. وقد استهدفت الضربة أساسا قيادات في حزب الله خلال اجتماع كان فيه الرجل الثاني في الحزب إبراهيم عقيل. توعد مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني للشؤون التنسيقية محمد رضا نقدي بالرد على إسرائيل بما يتجاوز التوقعات، مشددا على وجوب إنهاء الوجود الإسرائيلي. ردنا على إسرائيل سيكون أبعد من التوقعات، ويجب إنهاء وجودها. صبر الشعوب لم يعد يقتصر على إطلاق بضعة صواريخ فقط، ويجب أن تمحى إسرائيل. هذا النظام ليس له أي سبيل سوى الزوال الكامل من على وجه الأرض. رجح محسن رضائي عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام والقيادي السابق في الحرس الثوري الإيراني أن تنقل إسرائيل حربها إلى إيران بعد لبنان وفق موقع إيران انترناشنال. وقال رضائي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى باستمرار إلى استفزاز إيران وجرها إلى حرب شاملة مع الولايات المتحدة من خلال تنفيذ أعمال كمهاجمة السفارات واغتيال إسماعيل هنية في طهران. كشف موقع والا الإسرائيلي أن هيئة الأركان العامة للجيش تعمل على خطة تمتد إلى سنوات من شأنها إعداد الجيش لحرب متعددة الجبهات. أضاف الموقع أن قادة الألوية والكتائب من الفرقة 98 قد استعرضوا التحضيرات والخطط النهائية للحرب في ظل التصعيد العسكري شمال إسرائيل، إضافة لاحتمال اندلاع حرب واسعة في أي وقت. وشدد على أهمية تصعيد الخطط القتالية ضد حزب الله في لبنان مع الوضع بالاعتبار تحركات حماس في غزة والضفة، إضافة لاحتمالية تدخل إيران. وقد وضع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي الخطوط الأساسية لخطة عسكرية متعددة السنوات وتشمل التنظيم وعمليات التدريب. معي مباشرة من رام الله الدكتور خليل أبو كرش الباحث في المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية. أهلا ومرحبا بحضرتك على شاشة الحدث. دعنا نبدأ من التصريحات الإسرائيلية وتحديدا ما جاء على لسان نتنياهو حين قال إن هناك رسائل بعثت بها إسرائيل لحزب الله وإن لم يفهمها فسوف يفهمها أو يفهمها لاحقا. أين هي الحدود البعيدة أو هل هناك سقف معين يترجم الحراك والعمليات العسكرية والاستهدافات الإسرائيلية في المستقبل؟ مساء الخير لك أحمد ولكل مشاهدي الحلقة. أهلا وسهلا. يعني الرسالة الإسرائيلية من كل هذا التصعيد وحتى من العمل السياسي والدبلوماسي الإسرائيلي هي مرتبطة أولا بتحقيق الأهداف وهي عودة سكان الشمال إلى أماكن ومستوطناتهم وإبعاد حزب الله إلى المنطقة ما وراء الليطاني والذهاب أكثر وأكثر نحو القرار الدولي، القرار الصادر عن مجلس الأمن، وهو المرتبط بإعادة ترتيب كل الحدود الشمالية وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة وحتى استعادة وإحضار سواء كانت قوات دولية أو حتى قوات الجيش اللبناني إلى المنطقة الحدود، وصولا إلى ربما الحديث عن تحديد رسم الحدود البرية ما بين إسرائيل ولبنان كما جرى في الحدود البحرية سابقا. عمليا هذه هي الرسالة التي تريدها إسرائيل، هذا بالإضافة إلى الرسالة إلى الداخل الإسرائيلي، بمعنى أن نتنياهو عندما يتحدث عن مثل ذلك أيضا هو يخاطب مستويين، المستوى الداخلي في إسرائيل والجمهور وقادة الأحزاب وكل التيارات،
وأيضا هو يوجه خطاب إلى الإقليم والعالم في هذا السياق. خطابه إلى الإقليم وإلى العالم هو مرتبط بالإدارة الأمريكية تحديدا، وهو عندما يقول ذلك هذا معناه أن هناك إصرارا إسرائيليا واسعا، وهذا الإصرار مرتبط بحسم هذه المواجهة لصالح إسرائيل، وبالتالي الحسابات التي كانت في السابق لربما يجري تجاوزها بشكل سريع وبشكل أكثر عنفا ودموية على المنطقة الشمالية. وهذا التسارع في الأحداث باعتقادي لربما يقودنا بشكل كبير إلى مواجهة حتمية، خاصة أننا نشهد في الأيام السابقة وحاليا تصعيد مستمر من قبل الطرفين، الرد من قبل حزب الله والرد من قبل إسرائيل، وبالتالي موجة العنف وموجة الحرب تتسع، وبقعة الزيت أيضا تتسع بشكل سريع، يعني مما يجعل المواجهة كما جميل. قلت هي مواجهة لربما. طيب واضح يعني دكتور خليل الآن. نعم. تمارس أو يمارس الجيش الإسرائيلي بسياق جز العشب في قطاع غزة مع هذه التحضيرات وهذه الاستعدادات وهذه الضربات العميقة التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في العمق اللبناني، كيف سوف يؤثر ذلك على جبهة غزة؟ يعني يبدو أن هناك قناعة بدأت تتحقق أكثر وأكثر، وتنتقل هذه القناعة من المؤسسة العسكرية إلى المؤسسة السياسية في إسرائيل، أن جبهة غزة بدأت وأصبحت يعني ضمن السياقات التي تريدها إسرائيل. لا يوجد خطر كبير يمكن أن يهدد إسرائيل من نتيجة كل الفعل الذي جرى خلال السنة الأشهر الماضية منذ 7 أكتوبر وحتى الآن. عمليا يمكن القول أن إسرائيل أحكمت قبضتها على غزة من ناحية البر والبحر والجو، ولربما الحديث أكثر من ذلك، ويتم الدفع بخطة كما يجري الحديث عنها في الإعلام، خطة الجنرالات، وهي عملية احتلال واسعة للشمال من لغاية محور نتسريم، وإفراغ هذه المنطقة من كل الفلسطينيين الموجودين هناك واحتلالها وكل هذا الفعل. باعتقادي أيضا أن القناعة الموجودة الآن لدى المؤسسة السياسية العسكرية في إسرائيل أن غزة جرى أو الجغرافيا في غزة جرى الانتصار عليها، وما بقي هو عملية ملاحقة لبعض المجموعات العسكرية وهنا أو هناك، وهي مجموعات صغيرة. عمليا الاستنتاج الحقيقي هناك أنه جرى تفكيك كل كتائب حماس، جرى القضاء عليها وفقا للرواية الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، وهذه الرواية بدأت وإن كانت هناك روايات متضاربة إسرائيلية يبدو بذلك دكتور خليل، يعني بعض الروايات الإسرائيلية أيضا تتحدث بالضد من يعني هناك ذلك. نعم يعني الرواية أو الفعل من قبل المؤسسة العسكرية والمؤسسة السياسية هناك مساحة من النقاش فيما بينهم. هذه المساحة من النقاش هي مرتبطة بشكل الأهداف وبطريقة تحقيق الأهداف فيما يتعلق بجبهة غزة. المؤسسة العسكرية تقول أننا حققنا نجاحات تكتيكية كبيرة في قطاع غزة، وأنه يجب الآن على المستوى السياسي أن يقدم رؤية ويقدم خطاب واضح لليوم التالي لهذه الحرب، وفي المقابل يدفع نتنياهو وتدفع الحكومة والائتلاف الذي تتألف منه هذه الحكومة في إسرائيل إلى الاستمرار العمل العسكري بشكل أو بآخر لحسابات لربما هي حسابات سياسية حزبية ضيقة أيضا، ولحسابات مرتبطة ببقاء واستمرار هذا الائتلاف. عندما نحن نتحدث عن المظاهرات التي تجري في إسرائيل، عندما نتحدث عن عودة المختطفين في إسرائيل، هذه أهداف لم تحققها لغاية الآن إسرائيل، ويبدو أن هناك محاولة إسرائيلية مستمرة عميقة لتخفيض القيمة الاستراتيجية لهذه الورقة، وبالتالي النجاحات بدأت تتراكم شيئا فشيئا، وهذا أحدث نوع من الانتقال إلى الجبهة الشمالية ومحاولة الذهاب أكثر وأكثر إلى هذه الجبهة، واعتبار أو تنفيذ ما جرى اتخاذه من قرار في الكابينت باعتبار أن عودة سكان الشمال هو جزء من الحرب أو جزء من أهداف الحرب الواسعة، وبالتالي يبدو أن الثقل العسكري الثقل السياسي بدأ ينتقل من غزة باتجاه الشمال. هذا سيؤثر بشكل أو بآخر على غزة، هذا سيجعل من تعميق الأزمة هناك أكثر وأكثر، وهذا لربما بتقديري سيخفي الكثير من الأحداث التي تجري في قطاع غزة على اعتبار أن الشمال هو الجبهة المتفجرة الجديد. إذن أهمنا رام الله الدكتور خليل أبو كرش الباحث في المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لك دكتور.
أصيب عدد من المدنيين الفلسطينيين خلال اقتحام نفذته القوات الإسرائيلية في مدينة نابلس. وقد أفادت تقارير فلسطينية بدفع القوات الإسرائيلية بالتعزيزات العسكرية نحو المدينة، إذ أطلقت القنابل الدخانية باتجاه المواطنين. وقد نصبت القوات الإسرائيلية حاجزا عسكريا في حي المصرارة في القدس. وفي غزة أطلق الطيران المروحي الإسرائيلي الأباتشي النار على مناطق في جنوب حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. تزامنا مع ذلك أعلن الدفاع المدني مقتل 6 بقصف صاروخي إسرائيلي استهدف مدرسة كفر قاسم التي تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. وقبل ذلك أسفرت غارات إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في حي الزيتون عن مقتل 22 شخصا على الأقل، فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع حصيلة قتل الحرب منذ 7 أكتوبر إلى أكثر من 41,300. مع هطول الأمطار على غزة عبر نازحون في القطاع عن مخاوفهم من المبيت في خيام لا تقيهم حر الصيف ولا برد الشتاء. الحياة هنا صعبة جدا، تبهدلنا من كل النواحي، تبهدلنا من شوادر، من خيام، من أماكن، من مية، من أكل، من شرب. إحنا اليوم التكيات اللي بتيجي، ولو أن الأكل أمرا ما بيكونش تمام، لكن الحمد لله أحسن من غيرنا. المي ساعة بساعة بتيجي وساعة بتقطع، معاناة ما يعلم بها إلا الله، سنة كاملة من المعاناة. عندي أطفال وعندي طفلة 7 شهور، مش عارفة ولا متخيلة كيف بدي أقضي فصل الشتاء معها. يعني في اليوم 3-4 غيارات، مش متواجدات الغيارات كمان، يعني بدي أغير للبنت مش متواجدات. فمعاناة الله بيعلم اللي حنعانيها، صعبة صعبة جدا حتكون. وخيام فيش أصلا لتحمينا من الشتاء كمان، الخيام هذه الموجودة على الفاضي بس هاش تاكل. بكرة نتفت ريح ولا شيء حيطير من الليل، مش بس لحد، لحد كل الناس. كشف تقرير للدفاع المدني في غزة أن النسبة الأعلى من قتل القصف الإسرائيلي على القطاع في أغسطس الماضي هم من فئة الأطفال والنساء. وقد أظهر تقرير الدفاع المدني أن من بين 10 كان 3 إلى 7 من الأطفال والنساء، وأن غالبية الجثث التي انتشلت كانت مشوهة بفعل شدة القصف وانهيار الأسقف والكتل الإسمنتية على القاتلين. وأشار التقرير إلى أن ارتفاع عدد الأطفال والنساء لعدم توجيه إنذار إسرائيلي مسبق بالقصف والاستهداف المدنيين في مدارس وخيام النازحين. معي من دير البلح وسط قطاع غزة مراسل الحدث أسامة الكحلوت. نقف على أهم ما جاء في هذا التقرير، تقرير الدفاع المدني. أسامة. نعم، بالفعل غالبية الإصابات، أول إصابات تصل دائما إلى مستشفى شهداء الأقصى حيث نتواجد الآن، أو في باقي المشافي التي تواجدنا فيها، أول ما يصل من هذه الاستهدافات دائما يكون أطفال، يتم وصولهم إلى المستشفيات دائما بالسيارات مدنية. هذه الأجساد النحيفة دائما ما تتطاير على بعد 10 أمتار من أماكن الاستهدافات التي نشاهدها مثلا هنا في المنطقة الوسطى، ثم يصل النساء الأمهات غالبا ما يتم وصولهم، والتي كان آخرها يعني يوم أمس كان في استهداف مدرسة حي الزيتون في المنطقة الشمالية من منطقة حي الزيتون، والذي شن فيه الجيش الإسرائيلي عملية برية واسعة في منطقة حي الزيتون. نتحدث على أن في هذا الاستهداف سقط 23 ضحية، من ضمن الضحايا 13 منهم فقط من الأطفال، وجزء من هؤلاء الأطفال
كسرت أقدامهم خلال عمليات جراحية حتى هذه اللحظة متواصلة في مستشفى المعمداني، بالإضافة إلى 6 سيدات كانوا ضحايا في هذا الاستهداف لهذه المدرسة. وهذا الحال ينطبق على باقي الأماكن التي يتم استهدافها، خاصة التي يكون فيها عدد كبير من العائلات النازحة، والتي يعني شاهدنا عدد كبير منها في مناطق متفرقة من المنطقة الوسطى هنا أو في منطقة دير بلح. وبالتالي عدد الضحايا من الأطفال والنساء أكثر بكثير من الرجال، وكذلك الحال هو في الإصابات. هناك إصابات خطيرة، هناك عائلات تصاب بإصابات خطيرة أو بدرجة حروق من الدرجة الثالثة بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي قنابل حارقة على كل العائلات الموجودة في منازلها خلال الاستهدافات الأخيرة. وهذا ما نشاهده قبل قليل، شاهدنا عائلة من 5 أفراد الأب والأم مصابوا بحروق بدرجات متفاوتة بعد استهداف منزل لأحد جيرانهم من عائلة عيد في منطقة مدخل مخيم البريج وسط قطاع غزة. وهذا الحال أيضا ينطبق على باقي الأماكن التي يستهدفها الجيش الإسرائيلي، بأن الغالبية تصلهم من الإصابات أطفال وسيدات. طيب أيضا ماذا عن الوضع الميداني بما يتعلق بالاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي؟ هل يعني هدأت الوتيرة أم إن هناك تصعيدا في مناطق محددة في غزة؟ يعني الاشتباكات الأخيرة كانت الدائرة أن هناك اشتباكات ضارية في المنطقة الجنوبية في مدينة رفح تحديدا، كان هناك اشتباكات للفصائل الفلسطينية مع قوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة تحديدا في المنطقة الغربية في منطقة حي تل السلطان، بالإضافة لمنطقة حي التنور الذي استهدف فيه الجيش الإسرائيلي عدد كبير من المنازل. وبالتالي الفصائل الفلسطينية قاتلت هناك بشراسة من خلال استهداف ناقلة جند، وشهد أكثر من مرة يوم أمس عملية نقل وإجلاء عدد من المصابين من الجنود الإسرائيليين بطائرات إجلاء إلى المستشفيات في إسرائيل. الجيش الإسرائيلي حتى هذه اللحظة يواصل قصف الأماكن الشرقية من قطاع غزة، سواء كان بالقصف المدفعي أو سواء كان من إطلاق نار بشكل مباشر. قبل قليل وصل إلى مستشفى الشهداء الأقصى 4 ضحايا شباب كانوا في المنطقة الشرقية من مدينة دير بلح تحديدا في منطقة أبو العجين، وصلوا ضحايا بعد استهدافهم بشكل مباشر. الجيش الإسرائيلي أقام في هذه المنطقة، كل المنطقة الحدودية الشرقية أقام فيها منطقة عازلة على عمق ما يقارب من كيلومتر على كل الحدود الشرقية من قطاع غزة، وحتى بات يلاحق السكان الذين من هم متواجدين على يعني أبعد من الكيلومتر الذي أقام فيها المنطقة العازلة. وكما شاهدنا اليوم في استهداف كل السكان في المنطقة الحدودية والقريبة من المنطقة العازلة، الجيش الإسرائيلي دمر كل المنطقة الشرقية من مدينة دير بلح خلال التوغل الأخير على هذه المنطقة، والآن يستهدف كل من يحاول بناء خيمته أو محاولة استصلاح منزله للإقامة فيه بعد عملية التدمير الأخيرة على قطاع غزة. هنا في مناطق جنوب قطاع غزة تحديدا هنا أزمة كبيرة في الخيام والشوادر، لأن الجيش الإسرائيلي قلص عملية إدخال شاحنات المساعدات إلى ما يقارب 15 شاحنة يوميا. نعم. مقارنة ب100 شاحنة كانت تدخل الشهر الماضي إلى مناطق جنوب قطاع غزة، وأهم ما كان يصل إلى مناطق الجنوب هي الخيام والشوادر التي كانت العائلات يعني تحتمي بها من الحر ومن الأمطار. وحتى هذه اللحظة هناك مناشدات كثيرة من العائلات النازحة داخل مراكز الإيواء بإدخال شاحنات الخيام والشوادر من أجل حماية أطفالها من الشتاء. إذن من دير البلح وسط قطاع غزة مراسل الحدث أسامة الكحلوت. نتابع في هذه النشرة أيضا، 52 قتيلا بانفجار منجم للفحم شرقي إيران. حقيقية في ليبيا، هم لا يريدون انتخابات، لا يريدون للشعب الليبي أن ينتخب رئيس. هل يستطيع رقاء المشهد في ليبيا الاتفاق دون وسيط؟ جمود سياسي وفشل في لم شمل الفرقاء. الفرقاء الليبيين تحكمهم مصالح. حل للأزمة السياسية لا يبدو قريبا على الإطلاق. هل الحل كان بأن تتجه الأمم المتحدة بحل حكومة الدبيبة؟
كل الأجسام السياسية الموجودة في ليبيا تعمل بشرعية الأمر الواقع. هل فوجئت باستقالة باتيلي أم كان هذا الأمر متوقعا؟ أين الاجتماعات الليبية الليبية؟ الفشل الأول هو مسؤولية الأطراف الليبية. لماذا يفشل الجميع في حل الملف الليبي ولماذا يهرب الجميع؟ نتيجة الاضطهاد والصراعات والعنف أكثر من 108 ملايين شخص أجبروا على الفرار من ديارهم في جميع أنحاء العالم. في أكثر من 135 دولة هربوا باحثين عن المأوى، عن الغذاء والرعاية الطبية. فالضحايا بالآلاف والأرقام في تزايد والحكايات تختزل بين الصمود والبقاء. The solution to this humanitarian tragedy is not humanitarian, it is political. كيف احنا نعيش؟ كيف جاوبونا؟ أهلا بكم من جديد. أعلنت الأمم المتحدة استضافتها اجتماعا وزاريا بشأن الأزمة في السودان الأربعاء المقبل على هامش اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك. وقالت إن الاجتماع سيكون برعاية أممية إلى جانب مصر والسعودية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي. الأمم المتحدة أشارت كذلك إلى أن الجوع والنزوح وتفشي الأمراض خلف خسارة كارثية في الأرواح بالسودان. وأشارت إلى أن برنامج الأغذية العالمي يعمل للوصول إلى أكثر من 8 ملايين سوداني بحلول نهاية العام للتغلب على الجوع في البلاد. فيما يشكل الأطفال نحو نصف الأشخاص الذين فروا من ديارهم، ويفوق عددهم 10 ملايين شخص منذ اندلاع الحرب في السودان. كشف النائب العام لجمهورية السودان الفاتح طيفور أن قوات الدعم السريع ارتكبت أكثر من 960 حالة انتهاكات جنسية واغتصاب بغرض تغيير التركيبة العرقية في السودان. وكشف طيفور عن تلقي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نحو 19,000 بلاغ حول انتهاكات الدعم السريع. وأشار إلى أن الدعم السريع قد جندت نحو 9,000 طفل، قتل منهم أكثر من 4,000، بالإضافة إلى نهب أكثر من 37 عربة من الخرطوم والجزيرة وسنار. وقد قتل نحو 14 شخصا على الأقل في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، إثر استمرار قوات الدعم السريع بإطلاق القذائف المدفعية تجاه المناطق المكتظة بالمدنيين. وفي الأثناء قال المتحدث باسم القوى المشتركة أحمد حسين مصطفى إن الجيش والقوى المشتركة ردت بحسم على المحاولات الفاشلة لقوات الدعم السريع، وتمكنت من دحر هجومها بالرقم 137 على الفاشر، إضافة لاستلام وتدمير العشرات من العربات القتالية. معي من القاهرة اللواء الدكتور أمين إسماعيل مجذوب، المتخصص في إدارة الأزمات في مركز البحوث الاستراتيجية. أهلا ومرحبا بحضرتك سيادة العميد على شاشة الحدث. أسأل تحديدا عما يجري في الفاشر، رغم كل النداءات التي جاءت على لسان المسؤولين الأمميين والمسؤولين حتى في المجتمع الدولي، ما زال الطرفان الجيش وقوات الدعم السريع يمارسان هذا الضغط على بعضهما البعض في هذه المنطقة. كيف يمكن أن نقرأ هنا تقدم لقوات الدعم السريع أم بقاء هذه القوات على ذات المسيرة وعلى ذات الزخم في سبيل مجابهة ومواجهة الجيش؟ مساء الخير، مرحب بك ومرحب بالسادة المشاهدين. من الواضح أن هذا التصعيد هو يستبق الاجتماع الوزاري المزمع عقده في نيويورك، وبالتالي يعتقد الطرفان أن هنالك جولة مباحثات
ستعقد بعد حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن، أو أن هنالك تحويل للأمر إلى مجلس الأمن. لذلك الآن الدعم السريع يحاول أن يحتل إحدى المواقع حتى يفاوض بها من موقع قوة، وبالتالي فشلت كل هذه المحاولات سواء كان في الفاجر أو في مدرمان. بس ما يزال ما زال باستطاعته أن يطبق حصار الفاجر طيلة هذه الفترة. المشهد نفسه لم تستطع قوات الجيش أن تردع أو أن تبعد قوات الدعم السريع وأن تفشل هذا الحصار سيادة اللواء. طبعا هذا حصار على مناطق مبنية، مناطق بها سكان مدنيين. الدعم السريع الآن يحتل بعض المستشفيات داخل الفاجر ويأخذ المواطنين كدروع بشرية، وهذه خطورة حرب المدن. إذا استخدم الجيش القوة المفرطة ربما تحدث بعض الخسائر البشرية أو بعض الانتهاكات في المواطنين. أعتقد أنه مسألة تكسير الكتلة الصليبة هي الوسيلة الأفضل الآن لتكسير هجومات الدعم السريع. نلاحظ أنه كما ورد في التقرير الهجوم رقم 137 كلها هجمات فاشلة، وهذا يعني أن الدعم السريع يفتقد القوة المدربة، القوة التي تستطيع أن تنجز أي إنجاز في مدينة الفاشر، فما بالك بالمواقع الأخرى. الآن يتم دحرهم في مدرمان، يتم دحرهم في منطقة القضارف، في جبل موية، في سنار، وبالتالي ميزان القوى اختل اختلال كبير جدا ليس في صالح الدعم السريع. يمكن لدارفور، ولكن وجود المواطنين سيادة اللواء بحكم أن قوات الدعم السريع تسيطر على كامل دارفور باستثناء الولاية الشمالية، يعني ولاية الفاشر في شمال دارفور. طبعا قوات الدعم السريع كانت موجودة في تلك المناطق، لديها مواقع، وبالتالي سيطرت بسهولة على أغلب المدن في الفاشر حينما كان الجميع مشغولون بمعركة العاصمة القومية الخرطوم. وبالتالي هذه السيطرة الآن محكومة بأن يتم الفصل في الفاشر. معركة الفاشر ستكون مفصلية لأحد الطرفين، إما نهاية معركة الدعم السريع نهائيا في كل السودان أو فصل إغليم دارفور. هذه خطورة الفاشر، رمزيتها التاريخية ورمزيتها القبلية. أعتقد أن الدعم السريع الآن خطوط إمداداته طالت، سواء كانت القوات الموجودة في وسط السودان أو القوات الموجودة في العاصمة، وتشتيت بعض قواته في دارفور. أيضا مسألة الانتهاكات زادت، وهنالك تقارير من الأمم المتحدة، هنالك نوع من الضغط من الوسطاء، الولايات المتحدة الأمريكية. الاجتماع القادم في نيويورك ربما يكون له أثر كبير جدا في استخدام وسائل ضغط أخرى للرجوع إلى اتفاق 11 مايو في جدة. لذلك الدعم السريع الآن في موقف ضعيف قبل هذه المفاوضات المزمعة، وأعتقد أنه ستكون القاهرة هي الموقع البديل. يعني ما دمنا يعني نسلط الضوء على الشأن السياسي للصلة بما يجري، لأنه صدى ما يجري عسكريا على الأرض، واضح أن المجتمع الدولي يستقبل الرسائل التي تمررها قوات الدعم السريع بإيجابية أكثر من تلك الرسائل التي يمررها الجيش السوداني سيادة اللواء. طبعا الدعم السريع يناور بمسألة السلام، يجاوب بعد ربع ساعة من أي قرار أو مبادرة للسلام، ولكن الانتهاكات تعكس هذا التوجه. نرى هنالك كما ورد في التقرير حوالي أكثر من 19 ألف بلاغ في اعتداءات جنسية، محاولة تغيير ديموغرافي للسكان. هذه أمور لا تتناسب مع الاستجابة لدعوات السلام. الاتهامات وجهت بطبيعة الحال سيادة اللواء أيضا للجيش، هذه التقارير لم تستثني الجيش السوداني إضافة بطبيعة الحال لاتهامات الدعم السريع بهذه الانتهاكات. طبعا من المعروف أن هذه اللجان وتقاريرها تكون محايدة وتحاول أن لا تدخل في اتهام مباشر لجهة وتستثنى جهة، لكن واضح من تقارير خبراء الأمم المتحدة السابقة الذين تحدثوا عن توريد السلاح، انتهاكات وعنف جنسي وسرقة مخازن الغذاء في برنامج الغذاء العالمي، كلها كانت واضحة.
لذلك الفيصل الآن هو تطبيق ما تم الاتفاق عليه بالخروج من الأعيان المدنية ومنازل المواطنين. هذا هو السبب. أيضا مهاجمة الغرة في ولاية الجزيرة أدى لإفشال المشروع الزراعي الكامل في ولاية الجزيرة الموسم الصيفي الموسم الشتوي. الآن نزر المجاعة قد تصهر في شهر مارس القادم إذا لم يكن هنالك حصاد لمحصولات غذائية يعتمد عليها السكان في السودان. هذه هي الفوارق التي ربما تعزز تقارير خبراء الأمم المتحدة. وأيضا تقرير انتهاكات حقوق الإنسان أكد أن هنالك انتهاكات في دارفور في مسألة العنف الجنسي والتغيير الديموغرافي. شكرا. إذا من القاهرة اللواء الدكتور أمين إسماعيل مجذوب المتخصص في إدارة الأزمات في مركز البحوث الاستراتيجية، شكرا جزيلا. أسفر انفجار ناجم عن تسرب غاز في منجم للفحم في طبس شرق إيران عن مقتل 52 شخصا على الأقل. وقال حاكم محافظة خراسان الجنوبية حيث يقع المنجم إن فرق الإنقاذ تعمل على إخراج 22 عاملا محاصرين. وكشفت المعلومات أن تسرب غاز الميثان أدى إلى الانفجار وذلك في كتلتين من المنجم. قال الهلال الأحمر الإيراني إن عملية البحث والإنقاذ جارية في المنجم، غير أن وكالة إرنا قد نقلت عن المدعي العام المحلي قوله إن تراكم الغاز في المنجم جعل عمليات البحث صعبة. أقدم أمس شاب على إضرام النار في جسده أمام البرلمان المغربي في العاصمة الرباط. وقد نقل الشاب العشريني إلى المستشفى حيث يخضع للعلاجات الضرورية، في حين أكدت مصادر صحفية أن الحادثة لا تمت بصلة لأي شكل من أشكال الاحتجاج. تواجه الحكومة الألمانية امتحانا انتخابيا شديدا هذا اليوم، إذ تصوت ولاية ألمانية شرقية ثالثة في انتخابات محلية يتصدر استطلاعات الرأي فيها حزب البديل لألمانيا الذي كان قد فاز في انتخابات محلية قبل أسبوعين. لا تأبه أدلين أويمو كثيرا بأنها المرشحة السوداء الوحيدة في الانتخابات المحلية في ولاية برندنبورغ هذا الأحد، فهي من أصل كاميروني وفخورة بذلك. ولا يزعجها أيضا كون المدينة الصغيرة التي ترشحت فيها كوتباس ذائعة الصيت بسبب التظاهرات الأسبوعية ضد اللاجئين التي ظلت تخرج لأشهر قبل سنوات. ولكن اعتداء سيدة عليها قبل أسبوعين وهي تعلق يافطات انتخابية أمام عائلتها وإهانتها لها بسبب لون بشرتها تركها تشعر بالصدمة. كانت المرة الأولى منذ أكثر من 20 عاما في كوتباس. كانت صدمة لأنه لم يسبق لي أن تعرضت لشيء من هذا المثيل، حتى الإهانات التي تعرضت لها والاعتداء الجسدي، ولكن هذا منحني تحفيزا إضافيا للقتال. تنافس أويمو المرشحة عن الحزب المسيحي الديمقراطي المحافظ نائبا حاليا عن حزب البديل لألمانيا المصنف من المخابرات بأنه يميني متطرف ويتصدر استطلاعات الرأي. الوضع صعب ومحزن بأن لديهم هذا الدعم الكبير في أجزاء كبيرة من ألمانيا الشرقية، وآمل ألا يفوزوا لأن هذا مقلق للمستقبل. صعود البديل لألمانيا وفوزه في ولاية شرقية قبل أسبوعين يقلق السياسيين الألمان وأيضا من هم من أصول مهاجرة مثل أويمو، فهو يدعو لترحيلهم ولا يعتبرهم ألمانا. برندنبورغ ولاية ألمانية شرقية جديدة يتصدر فيها حزب البديل لألمانيا استطلاعات الرأي، ما يشكل تحديا جديدا حقيقيا لحزب المستشار الألماني أولاف شولتز الحزب الاشتراكي الذي يقود الحكومة المحلية حاليا. راغدة بهنام، الحدث من مدينة كوتباس. وفي بريطانيا تقرير حكومي كشف أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية تشهد أزمة تتسبب ب14,000 حالة وفاة إضافية سنويا بسبب ساعات الانتظار الطويلة.
قلبت حياة ديفيد رأسا على عقب في يوليو هذا العام بعد أن قال له الأطباء إن أمامه ما بين 6 أشهر إلى 2 فقط للعيش، ما يعني أن حاجته للرعاية الطبية أصبحت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. لكن هل تلبيه خدمات الصحة في بريطانيا؟ هذا الصباح انتظر نحو 3 ساعات من أجل الحصول على ورقة فقط بنتائج فحوصاته. لقد كنت أنتظر. كم الوقت الآن؟ من 9:30 حتى 12:30، لذا كنت أنتظر لمدة 2:30 فقط في انتظار الحصول على بعض الأوراق لإخباري بضرورة العودة بعد 6 أشهر لإجراء فحص آخر. لا يلوم ديفيد المستشفى بل الحكومة التي قال إنها فتحت الحدود لعدد أكبر من الناس مما تستطيع مؤسسات البلاد استيعابه. الوضع في المستشفى مكتظ للغاية وليس خطأ الموظفين أو الأطباء بل الحكومة، هي التي سمحت لعدد كبير من الناس بالدخول إلى البلاد للحصول على الرعاية الصحية المجانية. المستشفيات البريطانية تعاني والمجتمع البريطاني مجتمع مريض، هذا ما كشف عنه تقرير حكومي كشف عن تدهور أداء هيئات الصحة. والحكومة تحذر إما الإصلاح الآن أو الانهيار، ولكن من يتحمل المسؤولية؟ فالتقرير كشف عن 14,000 حالة وفاة إضافية سنوية بسبب ساعات الانتظار الطويلة في قسم الطوارئ، ولا زال هناك 7.6 مليون شخص على لوائح الانتظار، إضافة إلى 345 ألف شخص ينتظرون للحصول على العلاج النفسي، ناهيك عن 2.8 مليون شخص العاجزين عن العمل بسبب المرض. لا يتوقع البريطانيون أو المقيمون هنا رؤية الطبيب على الفور، بل بات أمراً روتينياً أن تنتظر أشهراً قبل الحصول على موعد مع طبيب مختص. الحكومة تريد إصلاح النظام الصحي، لكن هيئات الخدمة الصحية تقول إن الحكومة هي السبب في تدهور عمل المستشفيات وتدني الأجور ورحيل الكوادر الطبية. من لندن، عروب عبد الحق، الحدث. إلى اللقاء.